كيف حالك يا يا شيخ؟ مرحبا. أخيرا مسك سمعي. نعم يا مرحبا، تفضل يا نواف. طيب عندي سؤالين يا شيخ. ها بالله، اللي هو ما حكم قص الرموش؟ حكم؟ أيوة قص الرموش. وش هذا؟ وش حكم هذا؟ قص الرموش؟ وش هذا؟ وش؟ قص الرموش؟ أيوة بقول ما سمعتها. الإنسان يقص رمشة لا بأس به، قص الرمش إن كان كبيرا ويؤذي ما في شيء، مع أن أعرف العرب تحب الرمش الطويل. لا، إذا كان قصدهم إنه يقص عشان يطول أكثر. عشان وإذا ما طال وراح عليك؟ ما والله يعني شو نسوي؟ لا بأس به. زين سؤال. طيب السؤال الثاني يا اللي هو يا خوفي تتورط. قل لي. لا، في صناعية الحمد لله. زين السؤال الثاني، وش حكم استخدام زيت الحشيش؟ ها؟ ما حكم استخدام زيت الحشيش؟ وش رايك انت؟ شوف انت لا تضحك، يعني لا تضحك. ما ادري انت تضحك يا شيخ. انت ضحكت اول مو انا. ما ادري والله. هذا ما يستخدم ولا يجوز، علم؟ هو هذا يستخدم للشعر. الظاهر انت مهتم بجمالك زياده عن اللزوم. ايوه الله يعوض عليه، يقول امين. فلا تستخدم في مليون زيت الا زيت حشيش. وش النفسيه هذه؟ الله يسعدك يا نواف. طيب يا شيخ الله يسعدك، قول امين. امين. الله يسعدك.